نحن في اللجنة اللي جهزت هذا المسجد ابتدأنا ببناء هذا المسجد من أول ما تحررت المدينة من ظلم الدواعش، والله هيئنا ناس هني الوقف التركي بمعونة ومساعدة هيئنا هني تنساعدونا في قيام هذا المسجد وبنائه، والحمد لله رب العالمين بعد تعب شديد وعناء وصلنا إلى نتيجة جيدة الحمد لله، ودخل شهر رمضان ونحن الجامع بكامل الجهوزية الحمد لله رب العالمين. ومنشكر الوقف التركي على هذا العمل، ومنشكر الحكومة التركية، وأخص بالشكر السيد الرئيس رجب طيب أردوغان والحمد لله.